بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم مع دروس مادة اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي. إن شاء الله هنستكمل لكتيون 2 الوحدة العاشرة. تحدثنا في حلقتين سابقتين عن الكيربرتايلي، أجزاء الجسم، والبيفندن، الشعور أو الحالة اللي أنا فيها، أو شعور أو حالة شخص آخر. وكمان خدنا جزء ضمائر الملكية. زي في كل حلقة كده هنبدأ بأجزاء الجسم، راجعها مع بعض سريعا. الكيربرتايلي، وقلنا كلمة كيربرتايلي بتتكون من جزئين، دير كيربر اللي هو الجسد، ودير تايل جزء، وتايل الجمع بتاعه، وبناخد الارتيكل بتاعت تايلي. طيب هناخد كده داس هار الشعر، دير كوبف الرأس، داس أوجي العين، دي نازي، داس اور دي نازي الانف، داس اور الاذن، دير موند الفم، دير هالس الرقبة، دير ركن الظهر، دير ارم الذراع، دير بوخ البطن، دي هاند اليد، دير فينجر اصبع اليد، داس باين الساق، دير فوس القدم، دير منش الانسان كله على بعضه. وكمان اخدنا ضمائر الملكية. بس أنا عايز أقول حاجة في ضمائر الملكية عشان سيادتك تفهم أو تجاوب صح على ضمائر الملكية. يجب معرفة الآتي: رقم واحد، على من يعود ضمير الملكية؟ دائما يعود على ما قبله، ما ذكر قبله. ولازم نعرف أداة الاسم بعد ضمير الملكية. لو أداة الاسم دي، هنضع نهاية ضمير الملكية حرف الA. لو دين في الأكوزاتيف، نضع نهاية ضمير الملكية AN. تذكر معي ضمائر الملكية: إيش ماين، دو داين، إير وإس زاين، كل زي، زي هي، زي هم، زي حضرتك، ضمير الملكية معاها إير. لكن زي قلنا جروس حضرتك احترام، برضو ضمير الملكية بيبقى اي جروس. اير اوير اويري، فير انظر. نقول تاني: ايش ماين، دو داين، اير و اس زاين، كل زي اير، اير اوير اويري. احنا ليه بنقول اويري؟ عشان هنا بنبدل الحروف الار مع الاي فير انظر. طب ناخد امثلة: دماغك وجعك بتتكلم عن نفسك، او راسك فيها صداع او كده، تقول ايه؟ ماين كوبف تود في، ماين عشان كوبف الارتيكل، زير جود دير، دير كوبف، ماين هانت ايدي، تود في ايدي وجعاني، دي هانت. زودنا هنا الضمير الملكية ايه عشان هانت اداتها دي. ماين باين ساقي، تود في فينتو، بنفكرك كده بالفعل، في تون يعني حاجة بتوجعني. ماين باين تود في تاس باين، ماين اوجن تون مش توت، عشان هنا اوجن بلورال جمع، تون في دي اوجن، والمفرد داس اوجي. طب انا هكلم واحد بقول له ايه؟ دو انت، دو زيست شليم اوس، قلنا الفيرب او الزين يبدو. تبدو سيء، داين فوس قدمك، ممكن اقول له داين ارم زراعك، فوس او ارم قلنا داين عشان دي، داين هانت ايدك، استيا جانستيك يعني قدمك منتفخة، ايدك منتفخة. فرد هو علي قال لي ايش هاب اوخ اشتاركي شمرتسن، كمان انا عندي الام شديدة. يبقى احنا كده تكلمنا عن ماين، بتكلم عن نفسي، بتكلم حد. طيب لو انا بتكلم عن احمد او عن تيمو او عن انطون او عن اي اسم ولد، اقول احمد استكرانك، احمد مريض، احمد مريض. عايز اقول رأسه هو احمد، بنعود عنه بإير وضمير الملكية مع إير، يبقى زاين، زاين كوبف توت في، قلنا
ويتون يعني بتوجعه، زين هاند ايده، تود في وجعاه، وهنا الايه عشان هاند اداتها دي، زين اورن ودانه، برضو هنا زين عشان اورن اداتها دي، تون في كده. خلصنا احمد وقلنا زين. طب ناخد على اسم بنت زي هالة او مريم مثلا، اقول مريم اربايت تتسوفيل، مريم بتشتغل كتير، اير كوبف، تود في ايري اوجن، تون في اير كوب، كوب اداتها دير، اير ار مزرعها، اير فوس قدمها، لكن اقول ايري اوجن عشان اوجن بلورال فورم، فون داس اوجي صيغة الجمع للمفرد، داس اوجي دي اوجن، تون في تون مع الجمع، توت مع المفرد. طب لو انا بكلمكم انتم اقول لكم مثلا ايه، احمد اند علي، انا بتكلم مع احمد وعلي، بقول لهم ايه، اوير ارتست طبيبكم، يا احمد انت وعلي، اوير ارتست طبيبكم، استهير موجود هنا، اوير هاوس منزلكم، استزياء مودرن حديث جدا، اوير شولي مدرستكم، استشون ونزاوبر جميلة ونظيفة، اوير اوجن عيونكم، زينت شون جميلة. طيب لو انا بتكلم عليا انا مثلا واخويا، او انا واخوات اللي هو فير، نحن عايزين نقول اور حاجة تخصنا احنا، بتاعتنا احنا، قلنا ضمير الملكية انظر او انظري، انظر لو الاسم اللي بعده اداته دير او داس، انظر ايه لو الاسم اللي بعده اداته دي، يعني اقول انظر ارتست طبيبنا، كومت هويت جاي النهارده، انظر هاوس منزلنا، استوير غالي، انظر ايه براكسيس عيادتنا، است توير غاليه، است شمال ضيقه، انظر ايه اوجن عيوننا، زينت زينت جانس روت حمرة. تمام، يبقى كده لما نتكلم على ضمير الملكية لازم نركز كويس جدا على من يعود ضمير الملكية، دي حاجة. الحاجة التانية أداة الاسم بعد ضمير الملكية. الحالة التالتة، هل ضمير الملكية في حالة النوميناتيف ولا في حالة الأكوزاتيف، وده اللي هنتكلم عنه حالا. ضمير الملكية في حالة الأكوزاتيف لو وراه اسم أداة ودير هيتحول ضمير الملكية، مثلا لو ماين واسم وراه دير زي كوبف، أقول ماين كوبف، لأ هتبقى ماين كوبف، ده في حالة الأكوزاتيف. عشان كده أنت لازم تتذكر وأنت كمان الأكوزاتيف كان الأداة دير بتتحول لدين. طب تعالى هفكرك حاجة بسيطة كده من أولى وتانية، كنا بنقول دير أداة المعرفة، أين أداة النكرة، كاين النفي، ماين أو داين ضمائر ملكية، دول في حالة النوميناتيف. طب دير وإخواتها أو دير والنكرة والنفي وضمير الملكية في حالة الأكوزاتيف بيحصل إيه؟ إن دير هتبقى دين، وأين أينن، وكاين كاينن، وماين ماينن، وضاين ضاينن، وزاين زاينن، وإير إيرن، وأوير أويرن، وأنظر أنظرن. تمام كده؟ طيب لكي تتحول الأداة في الأكوزاتيف لابد من وجود فعل متعدي أو حرف جر بيعمل أكوزاتيف. طب إيه الفعل المتعدي؟ خد بالك أنا بفكرك، زين فعل لازم، ولو فعل وراه حرف جر برضو فعل لازم، ما عدا زين وفعل وراه حرف جر هو فعل متعدي. والأفعال المتعدية هي معظم الأفعال في اللغة الألمانية، مثال زيهن، ليبن، فيندن يجد، هابن يملك، نيمن يأخذ.
تمام، دي أفعال متعدية هناخد عليها أمثلة. طب إيه حرف جر ممكن يعمل أكوزاتيف؟ تمام، حرف جر خدناه اسمه فور، اللي هو لمدة أو ليه. وافتكر كنا بنسأل عنه فور في لانجي، هو مش موضوعنا بس برضه بنفكرك. كمان في حرف جر اسمه أوني، بدون، وبيس، حتى. طيب ما تيجي ناخد كده أمثلة على الأكوزاتيف. أقول أحمد هات أينن بابا جاي، أحمد عنده بغبغان. إير عايدة على أحمد، هو إير ليبت، يحب نقط بابا جاي زير. يحب مين؟ أحمد هو الفاعل، وبابا جاي تمام مفعول. طب بابا جاي أرتكل بتاعته دير. طب أنا هقول الجملة تاني، أحمد هات أينن بابا جاي، هنا أكوزاتيف أينن بابا جاي، ريبت زين ولا زينن بابا جاي؟ زينن عشان أكوزاتيف، لأن أحمد زوبيكت، ليبت ترانسيتيف فيرب فعل متعدي، بابا جاي أكوزاتيف أداة دير تتحول لدين. طب أنا هنا عندي زينن تحل محل الأداة. طب ناخد مثال تاني، دينا هات اين اوتو، دينا عندها سيارة. ايش فيندي؟ اير ايري ايرن اوتو زوبا. اوتو تمام في حالة الاكوزاتيف. طيب اوتو اداتها باص، فهنا اير هتفضل بدون اضافة، لان الحاجة الوحيدة اللي بنضيف لها لو الاداة دي اقول ايري، لو دير في الأكوزاتيف هقول إيرين. ناخد مثال تاني، عادل هات كاينن روكزاك، ما عندوش شنطة ظهر حقيبة ظهر. إركان ماين ولا ماينن روكزاك نيمن؟ زير جوت ماينن روكزاك نيمن، يقدر ياخد شنطة الظهر بتاعتي. طيب بكلم أنا واحد بقول له نيمست دو بيت نقط باس ميت، اقول له داين باس ولا داينن؟ داينن باس، خد جواز سفرك معاك، داينن باس ميت. طب هو انا بعرف منين الزوبيكت الفاعل بتاع اللي في الجملة؟ تمام، الفاعل كده خد ملحوظة هامة ليك، دايما بتلاقي الفعل متصرف معاه اما قبله او بعده، يبقى انا بقول لك علامة تعرف بيها الفاعل، فاعل الجملة هو الذي يتم تصريف الفعل معه، إما يأتي قبله أو يأتي بعده. طب يجي قبله إزاي؟ زي الجملة اللي أنا قلتها حالا، نيمست دو بيت داينن باس ميت. طيب أنا مثلا عايز أستلف قلم من واحد صديقي، ألم يعني دير شتيفت، أقول له كانش بيتي، فين الفاعل هنا؟ زير جوت، إيش كانش بيتي؟ داين ولا داين نشتيفت هابن؟ زير جوت، داين نشتيفت هابن، عشان هنا في حالة الأكوزاتيف. كده إحنا في هذه الحلقة تناولنا ضمائر الملكية، وقلنا إمتى ينتهي ضمير الملكية بإيه، أو إمتى يتحول في الأكوزاتيف إيه إن، زي داينن وماينن. وإن شاء الله نستكمل الوحدة العشرة في الحلقة القادمة. مع تحياتي محمد محمود، مقدم المادة، مدرس اللغة الألمانية، وتحيات طارق عبد الفتاح، مشرف المادة، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبد الرؤوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.